بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي طلاب الثالث المهني الخاص بالفرع الصناعي والتجاري والزراعي وفرع الفنون التطبيقية وفرع الحاسوب وتقنية المعلومات إضافة إلى إعداديات التمريض. أهلا وسهلا بكم في أسئلة التربية الإسلامية الامتحان الخارجي. في البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وإحنا إن شاء الله في الساعات المقبلة سوف ننشر الحل. بالبداية هذا الامتحان جرى اليوم الأحد الموافق 5/2/2023. الأسئلة كانت كالآتي: أحكام التلاوة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. استخرج ثلاثة أحكام للنون الساكنة والتنوين واذكر نوع كل منهم. فعرف الإقلاب واذكر له مثالا قرآنيا واحدا فقط. الفهم والتفسير. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ما الذي أخبرنا الله تعالى في الآية الكريمة أعلاه؟ السؤال فرع باء، أجب عن اثنين مما يأتي. ما تفسير قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين؟ ثانيا، ما المقصود من قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم؟ قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ماذا أراد الله تعالى أن يبين للمشركين بهذه الآية الكريمة؟ أعطي معاني خمسة من الكلمات القرآنية الآتية: الكفر، ولو افتدى به ملء الأرض من ذكر، لاهية أسر النجوى. الحفظ، أجب عن فرع واحد فقط. أكمل قوله تعالى: اقترب للناس، إلى قوله تعالى: إن كنتم لا تعلمون. ب. أكمل قوله تعالى: ولا تقولون لمن يقتل في سبيل الله، إلى قوله تعالى: هم المهتدون. التربية الإسلامية، اكتب حديثا نبويا شريفا في الجهاد وكرامة المجاهد. ما البرهان على الإيمان وعلى صحته وكماله؟ أجب عن فرع واحد فقط. ما المقصود بالغضب وما هي الأضرار التي تنتج عنه؟ ب. من هو العبد الصالح وما الدروس والعبر التي استنبطتها من قصة النبي موسى والعبد الصالح؟ أجب عن فرعين مما يأتي: من حقوق الزوج معاونة الزوجة زوجها بالمعروف، وضح ذلك. من الوظائف الاقتصادية للدولة تحديد الأسعار عند الضرورة، وضح ذلك. وضح لماذا يريد الإسلام التقارب والتوازن في توزيع الدخول، وماذا نعني بالتوازن. هذا أعزائي الطلبة كل ما موجود في حل هذه الأسئلة. إذا عجبكم الأسئلة العفو ليس في حلها راح ينزل خلال الساعات المقبلة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.